يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم هيبقى التفاصيل فيها أكتر عن فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإحنا عارفين إن الفترة الجاية مهمة بالنسبة لكل الأهلاوية، فهنفضل متابعين كل كبيرة وصغيرة بتخص النادي الأهلي. وزي ما احنا متعودين ده من خلال قناة النادي الأهلي، لكن تحديدا الفترة الحالية بسبب ان احنا مقبلين على النهائي الأفريقي، نهائي دوري أبطال أفريقيا، والبطولة الأغلى لكل جماهير النادي الأهلي، وهي بطولة صعبة جدا في الحقيقة السنة دي، فبالتالي هنبقى مركزين في كل ما يخص فرقة الكورة في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية وعلى مدار حلقات الترند المختلفة بإذن الله. دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وسؤال الحلقة بيتعلق بي في رأيك شايف إيه أفضل نهائي لعبه النادي الأهلي على مدار المباريات النهائية اللي شارك فيها في بطولات دوري أبطال أفريقيا تحديدا. إحنا وصلنا 13 مرة للنهائي، فوزنا يعني المرة دي هي مرة 13، فوزنا ببطولة 8 مرات، إن شاء الله المرة دي ناخد بطولة كمان. فإيه أكتر نهائي أنت فاكره الأهلي قدر إن هو يلعبه بشكل جيد؟ وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم كالعادة. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نشوف في ترند الأهلي: الفريق الأول يستأنف تدريباته استعدادا للمباراة النهائية في الدوري. الجهاز الفني يطمئن على الحالة الطبية للاعبي الأهلي. والأهلي يتسلم درع الدوري في مباراة طلائع الجيش. التفاصيل كلها بعد الفاصل، استنونا. النادي الأهلي بيستأنف تدريباته استعدادا للمباراة المقبلة في ختام بطولة الدوري الممتاز أمام فريق طلائع الجيش، وهي مباراة تستعد كمان من خلالها للتحدي الأهم، وهو نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر بإذن الله تعالى. عشان نطمن على الفرقة بشكل أكبر، خليني سريعا أروح لزميلنا العزيز كريم أحمد، مراسل قناة الأهلي ومتواجد في هذه اللحظات في استاد مختار التتش قبل دقائق من انطلاق واستئناف الأهلي لتدريباته. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك ولكل جمهور النادي الأهلي. طمنا على بداية الاستعداد لمرحلة غاية في الأهمية بالنسبة للأهلي وجماهيره، إيه الجديد عندك؟ بالتأكيد طبعا مرحلة مهمة جدا زميلي أمير، يعني أنت عارف 48 ساعة كانت راحة، وكانت فرصة مهمة جدا للعيبة النادي الأهلي يكون في التقاط بعض الأنفاس، لأن المجهود كان كبير جدا سواء مباراة الذهاب أو مباراة العودة. فالحقيقة يمكن أكيد كانت دور كبير جدا ورؤية فنية كبيرة لبيتسو موسيماني للمدير الفني اللي بنتمنى له كل التوفيق. الحقيقة مجهود كبير ومجهود رائع خلال الأيام الماضية، ويا رب إن شاء الله بإذن الله تستمر ويستمر هذا الأداء المميز لبيتسو موسيماني. يمكن في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها زميلي أمير أقدر أقول لك إن المحاضرة الفنية المعتادة لبيتسو موسيماني تدريب طبعا كالعادة خمسة، لكن حتى هذه اللحظه لسه لعيبه النادي الاهلي محاضرات فيديو والتحضير كمان سواء لمباراه طلائع الجيش او ايضا كمان مباراه الرجاء والزمالك. الراجل بيشتغل على كل الاطراف، الرجاء والزمالك يمكن بيتابع لعيبه النادي الاهلي بعض مقاطع الفيديو لان لسه الامر ده ما اتحسمش. فمجهود كبير جدا بالنسبه للجهاز الفني وايضا كمان بالنسبه للعيبه للوقوف على كل ثغرات نقاط القوه والضعف سواء للفريقين وايضا كمان بالنسبه لفريق طلائع الجيش. هي مباراه تحصيل حاصل، وواضح جدا كمان ان هيكون في دفع بعدد كبير جدا من اللعيبه اللي ما بتشاركش خلال المباريات الماضيه، ودي فرصه كمان يطمن عليها بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني، ويطمن كمان على جاهزيه كل اللعيبه، لان انت عارف بقى خلاص المرحله هتنتهي، هتبدا تخش في بطوله افريقيه جديده وهتبدا تخش في دوري جديد، فلازم الراجل بشكل عام يبص على كل اللعيبه. ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون مباراه جيده ويستفيد فيها النادي الاهلي بشكل كبير مع رفع بقى درع الدوري العام للمره الخامسه على التوالي والبطوله رقم 42 اللي داخله دولاب بطولات النادي الاهلي. طيب السؤال الاهم اللي بيشغل بال كل الاهلاويه كريم، حاله المصابين، او مش عايز اقول المصابين، جاهزيه اللاعبين خلال المرحله اللي جايه اخبارها ايه؟ طمنا. يعني اكيد طبعا نقطه مهمه وسؤال مهم جدا، انا هبدا معاك كده من البدايه على راسهم طبعا علي معلول، اكيد الكل بيتساءل عن علي معلول. علي معلول يمكن اقدر اقول لك جاهز، لكن بيتم تحضيره وتجهيزه، هيبدا يشارك في الجماعه يوم الاربعاء، دي يمكن نقطه مهمه جدا حابين نوضح لكل جمهور النادي الاهلي. علي ما فيهوش اي حاجه، خلاص الامور ماشيه معاه بشكل مطمئن جدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله يبقى في استفاده كبيره منه لمباراه النهائي. ايضا كمان الشناوي سليم بنسبه 100%، لكن انت عارف تغيير الشناوي اللي اتكلمنا عليها في المباراه الاخيره كانت رؤيه فنيه، وكمان الراجل بيحاول ان هو يحافظ على الشناوي. ايضا كمان الشناوي ينضم لتدريبات الجمعيه يوم الاربعاء.
بالظبط بالظبط زميلي امير. مروان محسن تقل بسيط في السمانه يمكن اشتكى منه قبل كده، لكن كلها طبعا حاجات بسيطه جدا. عايز اقول لك يمكن يوم الاربعاء هيكون مروان، وهيكون ايضا كمان الشناوي وعلي معلول ورامي ربيع. رامي ربيع هي بس النقطه اللي حابين نتكلم عليها، ان النهارده اكتمل الالتئام بالكامل بالنسبه لرامي ربيع، لكن في بقى بعض السرعات وبعض التدريبات في ارض الملعب. ايضا من الاربعاء او الخميس ان شاء الله باذن الله يبقى في فرصه ان هو يخش الجماعي، وان شاء الله يبقى جاهز بشكل كبير للمباراه النهائيه. يعني بشكل عام امير حابين نطمن كل الناس، لعيبتنا جاهزه ان شاء الله، لعيبتنا باذن الله تخش فول تيم باذن الله في المباراه القادمه. منتظرين بقى الطرف اللي هيكون سواء نادي الزمالك او نادي الرجاء المغربي. النادي الاهلي جاهز لهذه المباراه ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله تكون البطوله التاسعه في دولاب بطولات النادي الاهلي. اخيرا يا كريم، هل محاضرات موسيماني مع لاعبي الفريق لسه بتاخد الفترات الطويله ساعه وساعه ونص، ولا التوقيت قل شويه بما انه خلاص يعني بقى له بتاع اكتر من 20 يوم موجود مع الفرقه؟ لا يعني قلت، بس يعني بنسبه بسيطه، يعني ممكن تبقى 30 40 دقيقه، لكن الاول يمكن المحاضرات كانت بتكون مطوله، لكن يمكن الراجل عدى شوط كبير جدا في التاقلم والتفاهم مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل. لكن يمكن كمان المحاضرات خلال الايام دي صعبه شويه يا امير، انت عارف بالنسبه زي ما بقول لك التحضير لفريقين رجاء والزمالك، وكمان الراجل عايز يحسم هذا الامر، فيمكن هتكون متابعات مستمره ومحاضرات فيديو مكثفه. لكن بشكل عام الراجل عدى شوط كبير جدا في التاقلم والتفاهم والتجانس مع لعيبه النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا، وعلى ما اعتقد مساعدها بشكل كبير جدا ومساعده لعيبه النادي الاهلي مع الاداء المميز اللي احنا بنشوفه. يا رب باذن الله يستمر هذا الامر وهذا الاداء والروح الكبيره لكل لعيبه النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني، ونحقق ان شاء الله البطوله، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي باذن الله. يا رب يكونوا موفقين. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا من استاد مختار التتش قبل دقائق قليله من انطلاق واستئناف الاهلي تدريباته استعدادا للمباراه النهائيه، واستعدادا كمان لمباراه طلع الجيش اللي هتكون يوم السبت اللي جاي. انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا ترند الاهلي اكيد فيه تفاصيل كتير جدا مهمه هنناقشها مع بعض كما هو المعتاد من خلال حلقات الترند المختلفه. نبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي على فيسبوك، واللي بينشروا تصريحات لموسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وبيتكلم الراجل على الفتره اللي جايه وتحديدا على المباراه النهائيه. وقال ايه؟ قال نحن ننتظر حاليا الفريق الذي سيواجهنا بالنهائي، واحنا عارفين المنافسه قويه اكيد ما بين الزمالك والرجاء، الفائز هيقابل النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. لكن هو بيقول ايه كمان؟ الامور لا زالت صعبة، وأنا متفق معاه جدا وأكيد كلنا متفقين معاه في الجزئية دي. فنحن وصلنا فقط للنهائي ولم نفز باللقب، ده إن دل يدل على عقلية المدرب، إن أنت عملت شغل كويس في فترة ضيقة جدا وقليلة جدا وعامل الوقت مش في صالحك، لكن في نفس الوقت أنت مركز في إنك عايز البطولة مش أنت بس مجرد توصل للنهائي. فهي دي الشخصية اللي المفروض تتناسب مع النادي الأهلي، واضح جدا من تصريحات الراجل مش بس دي، على مدار الفترة من ساعة ما جه الفترة اللي فاتت كلها تصريحاته كلها متناسبة قوي قوي مع شخصية النادي الأهلي. في كل الأحوال لسه المهمة صعبة، سواء قابلت الزمالك أو قابلت الرجاء المهمة طبعا صعبة، لأن الفرقتين تقال جدا. انت هتحاول وتعمل كل الجهد اللي عندك وتلعب بنفس الروح اللي انت لعبت بيها، وان شاء الله ربنا يوفقك. لكن انا بصراحه بتبسط جدا من تصريحات موسيماني، الراجل موفق في تصريحاته قوي قوي. يعني خلينا نروح للوطن سبورت على تويتر، واللي بيقولوا فحص طبي يحسم عوده الشناوي ومعلول لتشكيل الاهلي. خلاص اتكلمنا في الجزئيه دي مع كريم زميلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي، وقلنا لحضراتكم كل التفاصيل اللي بتتعلق باللاعبين اللي محتاجين يجهزوا خلال الفتره الجايه. يوم الاربعاء هيشهد مروان، يوم الاربعاء هيشهد عوده كل اللاعبين المصابين او اللي بيعانوا من بعض الاجهادات العضليه في تدريبات الفريق، وده امر مبشر جدا وجيد جدا قبل النهائي الافريقي. مش هقول قبل مباراه طلائع الجيش، لان مباراه طلائع الجيش يعني ملهاش نفس الاهميه طبعا بتاعه مباراه النهائي، لكن هي مجرد مباراه بتجهز الفرقه بالشكل المناسب. فبالتالي خلينا نكمل كلامنا من خلال سوبر كوره على فيسبوك، وبيقولوا ان موسيماني يجهز بدلاء الاهلي لمواجهه طلائع الجيش في الدوري. واضح كده ان موسيماني استقر على تجربة بعض العناصر اللي ما لحقش يجربهم خلال الفترة اللي فاتت بسبب ضغط المباريات وبسبب مباراتي الوداد يعني. فبرضه دي استراتيجية مهمة، هو أدرى بكل قرار هو هياخده، هو جهازه معاه المستر موسيماني. لكن في اعتقادي ان هو هيعمل زي ميكس كده ما بين اللاعبين الأساسيين واللاعبين اللي هم ما شاركوش بقالهم فترات طويلة، يقدر يستقر على مستوياتهم، وفي المقابل يقدر يطمئن أكتر على جاهزية بعض العناصر الهامة بالنسبة له في النهائي الأفريقي. هروح فاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا طيب، خبر كمان من ضمن الاخبار المهمه في الحقيقه، وزي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه حساب سوبر كوره على فيسبوك بيقول ان اتحاد الكوره
قال ان الاهلي يتسلم درع الدوري في مباراه الطلائع بدون حضور اعداد اضافيه. خليني اقول لحضراتكم تفاصيل اكتر بخصوص هذه الجزئيه تحديدا، والمباراه اللي جايه دي الاخيره في بطوله الدوري هي مباراه طلائع الجيش، المفروض ان هي من تنظيم فريق طلائع الجيش. تم تقديم طلب ان المباراه تتنقل من استاد القاهره اللي كان هيقام عليه هذه المباراه لاستاد الاهلي والسلام. ليه بقى؟ لان الشركه الراعيه عامله احتفاليه كبرى على الاستاد ده بالنسبه للاهلي، احتفالا بفوزه ببطوله الدوري واحتفالا ان هو هيستلم الدرع في ارضيه الملعب. بالتالي طلائع الجيش وافقوا على هذا الطلب، فاتحاد الكوره اصدر بيان شكر لفريق طلائع الجيش على الموافقه والمساعده في طبعا هذه الاجراءات الخاصه باحتفاليه النادي الاهلي ببطوله الدوري. فبالتالي المباراه خلاص بقت يوم السبت الساعه 8 على استاد الاهلي والسلام، وهيكون في احتفاليه كبرى بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري وتسلمه درع البطوله للمره رقم 42 في تاريخه. فده امر مهم جدا في الحقيقه. خلينا نشوف ايه تاني المهم معانا النهارده، وده من حساب بطولات على تويتر، وبيقولوا مصدر بالكاف ان اتحاد الكره المصري ابدا استعداده لتنظيم المباراه النهائيه لدوري الابطال ان كانت ما بين الاهلي والزمالك بحضور جماهيري. والجزئيه دي مهمه، هل المباراه ينفع تتلعب بحضور جماهيري ولا لا؟ الاجابه ايه بقى؟ ان اللجنه الطبيه بالكاف تتحفظ على هذه الفكره، معنى ان هي تتحفظ على الفكره دي ان هي رفضت، لا لسه ممكن يكون في دراسه للجزئيه دي، لكن لسه ما نشوف اصلا مين اللي هيتاهل للمباراه النهائيه. لو فاز الزمالك وتاهل وبقت المباراه بين الاهلي والزمالك ممكن يكون في دراسه للجزئيه دي، لو تاهل الرجاء فاعتقد هيبقى صعب جدا ان يكون في حضور جماهيري. فدي كانت ايضا من ضمن الجزئيات المهمه اللي حبينا نقولها لكل جماهير الاهلي. هنروح لفاصل سريع، بعديه نرجع ناخد اخر فقره في حلقه اليوم. يلا نهائي للنادي الاهلي في تاريخ دوري ابطال افريقيا، اتبسطت منه او اتمتعت بيه بخلاف طبعا فوز ببطوله البطوله نفسها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي كان تفاعل حضراتكم معانا، نبتدي بحسن جمال قال ان شاء الله نهائي القاهره 2020 يا رب، نتمنى يكون هو فعلا افضل نهائي. احمد رجب قال الاهلي والصفاقسي طبعا في 2006 كان اهم مباراه، يعني من ضمن المباريات اللي الواحد فعلا اتمتع بيها جدا. مباراه ثانيه كمان زي ما قال محمد الحضري كده، قال مباراه الترجي في رادس 2-1 جد وليد سليمان طبعا مباراه الاياب بعد ما كنا تعادلنا في استاد برج العرب 1-1. بيتفق معاه كمان حسام قاسم قال الترجي 2012، ومحمود صلاح قال اورلاندو الجنوب افريقي برضو كانت مباراه كبيره. دي كان او ده كان اخر نهائي للنادي الاهلي فاز بيه في بطوله دوري ابطال افريقيا، او اخر بطوله للنادي الاهلي حققها كان في 2013، تعادلنا ذهاب هناك 1-1 مع اورلاندو في جنوب افريقيا ورجعنا هنا كسبنا 2. فنتمنى باذن الله نهائي 2020 يكون ايضا الاهلي فيه بطل وتكون من ضمن افضل المباريات بالنسبه للنادي الاهلي، بصراحه الاهم البطوله. ده كان تفاعل جمهور الاهلي معانا من خلال الصفحات المختلفه على السوشيال ميديا. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى من نفس البرنامج وتفاصيل جديده عن نادينا الحبيب النادي الاهلي. سلام.